أخ آخر يبلغ 23 من عمره وهو يريد أن يتزوج، ولكن أبي يمانع في زواجه حتى ينتهي أخ الثالث الأصغر منه من الدراسة ويزوج الاثنين معا لما في ذلك من مساعدة في الحالة الاقتصادية والتكاليف والمصاريف، وربما لسبب آخر لا أعلمه. فهل والدي عليه شيء في عدم تزويجه لأخي رغم رغبته الشديدة في الزواج؟ أفيدنا أفادكم الله، والرجاء أن توضحوا لي هذا الأمر كثيرا لأنني في أمس الحاجة إليه، جزاكم الله خيرا. نعم، على الوالد أن يبادر بتزويج ابنه لأجل أن يعفه من الوقوع في المحرم، ولقوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، من لم يستطع فعليه بالصوم. على هذا الوالد أن يبادر بتزويج ابنه وأن لا يؤخر تزويجه بحجة أنه يريد أن يزوجه مع أخيه، بل عليه أن يبادر بتزويجه وأن يستعين بالله عز وجل، وإلا حضر تزويج أخيه فكذلك يزوجه في وقته. المهم أنه لا يؤخر الشيء عن وقته، لأن ذلك يؤثر تأثيرا سيئا على سلوك هذا الولد، وربما يقع في الحرام خصوصا الشباب، قوة الشباب. أما دام أنه يتطلع للزواج ويرغب في الزواج، فعلى الأب أن يبادر وأن يغتنم الفرصة لتزويج هذا الابن عصمة له وصيانة له وقياما بالواجب الذي على أبيه نحوه. نعم، جزاكم الله خيرا. إذا التوكل في هذه القضية مهم شيخ صالح؟ لا شك أن مبادرة الآب لتزويج أولادهم ذكورا وإناثا عند حاجتهم للتزويج أمر واجب ومتحكم على الاستطاعة. نعم، جزاكم الله خيرا.